تلعب كرة عرضية، كرة راسية، واحدة من أكثر المباريات المنتظرة كبيرة، وفقط قليل قادر على تحقيق الإنجاز ودخول التاريخ وصناعة الفارق. لا شك أيضاً أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهد. ضربة راسية مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. الآن فرصة لهجوم معاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. تاغليافيكو تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. مبابي في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، دفاع كانت له الكلمة الأخيرة. يلعب كرة على اليسار، الآن إمكانية المرتدة، لمسة على اليسار. لم يكن هناك تركيز في هذه اللعبة، في هذه الكرة بكل تأكيد، وإلا لكانت النتيجة مختلفة. الكرة ملعوبة من مسافة، تلعب كرة عرضية، كرة راسية، كرة عرضية خيالية بالمقاس، وضربة رأسية في منتهى الروعة. مجهود كبير من اللاعب في التحرك للأمام، قراءة الهجمة بشكل سليم، كرة في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعب كرة على اليسار، لمسة على اليسار. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة إلى الأمام، بيدري، نيمار يهرب في الجهة اليمنى. لمن هذه الكرة يا ترى؟ يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. إمكانية مرتدة الآن، يلعب كرة بينية. بيدري، لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف أضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ملعوبة قصيرة من جارث بيل، ضربة راسية، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. تياغو سيلفا كانت أمام فرصة حقيقية وكان عليه أن يستغلها بشكل أفضل مما شاء. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. بيدري، إمكانية تسديد الآن. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. وانتهى الشوط الأول، إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في، يفقد توازنه، يحاول تمريرها من بين المدافعين. مرت الكرة بشكل جميل، ثقة كبيرة ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. يمر ويلعب كرة بينية، تعود الكرة رومينيجي، تصطدم الكرة في القائم. كرة كانت قريبة جدا على عدم، ولكنها في الأخير ضاعت. رومينيجي أكيد يندب حظه على ضيعة.
سيئة لا تصل إلى اللاعب رومينيجي. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. هل هو النهج اللي المفروض الفريق يتبعه في الملعب؟ بدون شك محاولة لخلق فرص هجومية. الأمور تصبح مثيرة الآن، سرعة غير عادية ودقة في التمرير. رونالدينيو غاوتشو عدت الكرة، كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. يحاول أن يلعب كرة بينية. اليوم الأداء دفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. يونغ مينسون، رونالدينيو غاوتشو، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يلعبها على طرف الملعب. مبابي، بلوك دفاعي قوي في مباراة اليوم، كان لابد من التشتيت. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. فرناندو توريس يلعب كرة على اليسار. ألفارو موراتا، زملاء في الفريق بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات. دي بروين، استعادة سريعة للكرة، كرة طولية إلى الأمام. دي فراي يشتت الكرة على بعد دقائق قليلة الآن من تحقيق الفوز. يستعيد الكرة بشكل سريع، كرة عرضية، يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. شيء رائع أن نكون